طيب اليوم بدنا نحكي عن الحوادث اللي انشهرت فيها سيارات الموستنج، على اساس اكيد الحوادث هاي كتير شفتوها. الموستنج بتفلت من صاحبها وبتطلع على الرصيف، ممكن تضرب الناس اللي واقفين الى اخره. طيب ليش هاي الحوادث بتصير اكثر اشي في الموستنج؟ هو بشكل عام بتصير في اي سيارة تقريبا دفع خلفي وحتى دفع رباعي، بس انشهرت النكتة على الموستنج لعدة اسباب. في سبب رئيسي، وهو ان الموستنج سيارة تعتبر بالنسبة لفئتها سعرها رخيص، خصوصا في الموديلات اللي ما قبل 2015، فهو الشباب الصغار بيقدروا يشتروها بسهولة. وكشاب صغير ما عنده خبرة، هو بيكون مبسوط في السيارة على أساس إنها رياضية، فما بيكون عنده خبرة فبتفلت منه. تاني سبب، موستنج إذا ما كنت غلطان موديلات ما قبل 2015 كان فيها سوليد أكسل، واللي هو خلينا نحكي بشكل مختصر الثبات فيه اقل من الانديفيدوال رير سسبنشن. وفي سبب ثالث مهم، انه الرير ديفرنشل اللي هو ناقل الحركه الخلفي بهاي السيارات بيكون اسمه اوبن ديف، وهذا بيكون ارخص وبيكون في الموديلات الاقل. يعني في المجمل في الموستنج، خلينا نحكي بما اننا بنحكي عن الموستنج، الاوبن ديف راح يكون على اغلب الموديلات، ما راح يجي ليميتد ستيب ديفرنشل اللي هو عكس الاوبن ديف، الا على موديلات زي شيلبي، كوبرا، سوبر سنيك، الموديلات الاغلى واللي تعتبر رياضيه اكثر. فمشكله الاوبن ديف، وهذه زي ما حكينا الشباب الصغار ما بيعرفوها، انه هو كل عجل خلفي بيكون بدور لحاله بشكل مستقل عن العجل الثاني، فلما السيارة تفقد توازنها وين وزن السيارة بيكون أكتر، بتكون قوة الدفع راحت على العجل هاد، والعجل الثاني صار عليه قوة الدفع أقل، حتى ممكن في بعض الأحيان في فقدان التوازن الكلي إنه العجل الثاني ما يكون عليه دفع أبدا. في فيديوهات كثير بتشرح هذا الموضوع. والسبب الأخير اللي هو برجع تقريبا للسبب الأول، إنه في حالة أنت بدك تلعب بالسيارة، السيارة الدفع الخلفي، أغلب الشباب هدول اللي بيعملوا حادث بيكونوا هم بيحاولوا يستعرضوا، فهو بيحاول في الستيرينج بيحاول قدر الإمكان إنه يرمي السيارة، وهذا إشي كتير خطأ. أنت لما تكون عم تستعرض او لما تكون عم بتحاول انك تتفادى حادث، او لما تكون في حلبة وعم بتعمل دريفت، خلينا نحكي، انت بشكل عام انت ما بترمي السيارة في الستيرينج. هذا غير لما تصير بمرحلة احتراف خيالية، اوكي بترميها في الستيرينج، بس هذا مش للشارع. انت المفروض ترجع السيارة في الستيرينج، يعني السيارة من قوة الدفع على دعسة البنزين بتصير تروح معك حسب يا يمين يا يسار، فانت في الستيرينج المفروض ترجعها، مش المفروض توديها اكتر. فهون عم بتصير الحوادث. في فيديو انشهر من فترة، فايبر عملت حادث اول ما صاحبها شغل السيارة، اصحابه كانوا عم بيستفزوه من شباك البيت، فهو اول ما شغلها دعس وبده يستعرض فيها، ف
للأسف يعني شطبها على الأغلب. No balls. إذا بتحضر الفيديو أكثر من مرة بتشوف إنه قبل ما السيارة تبلش تروح الشارع مستقيم، هو حرك الستيرينج كثير بشكل كبير عشان يستعرض فيها، وهذا الإشي خطأ. هو المفروض إنك بالستيرينج ترجع السيارة، هي راحت يمين أنت بترجعها شوي لليسار، هي راحت يسار أنت بترجعها يمين وشوي مش كثير. Some Mustang decides to dive into us. Whoa, looks like we are starting strong and whack. Nice 360. Error. عشان هيك في بعض الشباب بيصيروا يستفزوا البعض الثاني انه على اساس هاي بدها زلام وهاي بدها شوفيرية محترفين. فهم بعض النقاط الاشياء المتعلقة في اداء السائق، يعني اوبشن السيارة، السيارة فيها ليميتد سليب ديفرنشل ولا ما فيها. صراحة اي سيارة دفع خلفي ممكن انها تفلت منك، واصلا ما رح تعمل استنت او استعراض حلو بدون ليميتد سليب ديفرنشل. اذا انت عندك سيارة اوبن ديف هي بتكون هذه للسواقة المريحة، خلينا نحكي رياضية شوي على الخط المستقيم، تروح وتيجي فيها كل يوم، اما مش للاستعراض ولا للدريفت ابدا.